انا بفتكر ماما على طول، بس انا بفتكر ماما على طول، لانه حتى المقبره اللي صورنا فيها كانت بالظبط زي مقبره والدتي، بالظبط زي مقبره والدتي بالظبط، يعني كانها كانت بتقول لي انا موجوده. انت عارفه نفس الكلام بيقولوا لي في الكنترول، لانه كل واحد فينا تم الطلاق في الساحل. يسرى تكشف ما يتم تداوله عن اخر اخبار طلاقها من خالد سليم. محامي الفنانة يسرى يكشف تفاصيل طلاقها من خالد سليم بعد وفاة هشام سليم، شائعة أم حقيقة؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. تم الطلاق في الساحل. يسرى تكشف ما يتم تداوله عن آخر أخبار طلاقها من خالد سليم. عاشت الفنانة يسرى وزوجها رجل الأعمال خالد صالح سليم قصة حب تشبه الروايات والأفلام، فبدت ملامح حبهما في الظهور منذ نعومة أظافرهما، حيث كان خالد ابن جيران وشاهدته يسرى عندما كان في السابعة من عمرها. قرر والديها الانتقال من مسكنها إلى منطقة جديدة، ومن وقتها افترقت قلوبهم عن اللقاء مرة أخرى. وسافر خالد بعد فترة إلى ألمانيا ليمكث هناك 30 عاما، ولكن ظل عهدهما بالزواج قائما رغم بعد المكان ومرور السنوات بينهما. شاء القدر بلقائهم في حفل زفاف عام 1986، وعادت عهود الحب من جديد، وهنا قرر الزواج خوفا من أن يبعدهم المكان والزمان مرة أخرى. قرر الزواج سرا لفترة طويلة بسبب ظروف عملهما، لكن جاءت وفاة والدة خالد عام 2002 بالكشف عن السر، حيث أعلنت يسرى عن زواجها بعد مرور 15 عاما لتستطيع الدخول إليها. وفي أحد التصريحات يسرى التلفزيونية كشفت عن سبب عدم إنجابها، ليس بسبب نجوميتها، لكنها تحدثت في هذا السياق قائلة: زوجي هو من اتخذ قرار عدم الإنجاب، ووجوده عوضني عن ذلك، وكان وراء هذا القرار بسبب خوفي الشديد عليه من الأحداث السيئة التي تنتشر في المجتمع، فلم يرغب في قدوم أطفال واصطدامهم بالواقع. خالد صالح سليم هو رجل أعمال ونجم رئيس النادي الأهلي السابق صالح سليم وشقيق الفنان الكبير هشام سليم. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات: هل تم طلاق يسرى أم لا؟ لا تنسوا أن تشاركوا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.